دكتور غيث إذن خليك سيد ماتوزوف خليك دكتور غيث تسمعني؟ أسمعك يقول لك السيد ماتوزوف الحرب هي الحرب ما يجري في بخمت الآن وسابقا ما جرى في مدن أخرى يعني هذه نتائج الحرب الطبيعية وهم طول بالك وهم لا يقتلون المدنيين هذا كذب هم يستهدفون الأهداف العسكرية يحاربون النازيين والمتطرفين في أوكرانيا إذا ضيفك اعترف بأن هذه حرب وليست عملية عسكرية والحمد لله أول مرة أسمع من شخص دبلوماسي سابق روسي ويصف العملية العسكرية الذين هم صنفوها عملية عسكرية بأنها حرب وهذا هو الواقع هي حرب يا عزيزي وأيضا هي سياسة الروس هي سياسة الأرض المحروقة وقتل الأبرياء قبل أن يقتل الجيش الأوكراني فإذا اليوم يتحدث ضيفكم بأنه يقاتل الجيش الأوكراني الذي يحمل السلاح الغربي وهو لا يتحدث بأنهم هم من خرقوا الهدنة من هدنة نزع السلاح النووي الأوكراني وكانوا هم من من الجهة الضامنة لحماية أوكرانيا عندما يتم الهجوم عليها وهذا الشيء يتذكره أيضا ضيفكم الكريم كونه دبلوماسي سابق وأيضا مخضرم في العملية السياسية الروسية المفروض هو كان يتذكر تلك المعاهدة الذين هم بالأساس من قاموا بخرقها أيضا يجب عليه أن يتذكر بأنه يجب لا أن يتحدث باسم بأن أوكرانيا هي تتبع أمريكا ولا تتبع إسرائيل كوننا نحن من أصول عربية ونعلم كل الأطراف هم داعمون للاحتلال الصهيوني الإسرائيلي فلا داعي لأن نضع علامة تجارية اليوم لروسيا كونها هي على أساس التي سوف تحرر فلسطين في المستقبل القريب إذن اليوم يا عزيزي الكريم إن كنا نتحدث عن قضية أوكرانيا هي قضية مبسطة جدا أرادوا في يوم 24 من فبراير احتلال كافة الأراضي الأوكرانية بغض النظر عن ما هو الموجود في داخل الأراضي الأوكرانية أو من هم موجودين في داخل الأراضي الأوكرانية سواء كانوا مدنيون أو عسكريون اليوم قاموا بتهجير أكثر من 10 مليون مدني امرأة وأطفال وكبار في السن اليوم قاموا بهدم البنى التحتية وهذا الشيء شاهدناه ويقول خليك دكتور غيث مهمة دكتور غيث خليك بدأ أنقلها اسمح لي ثانية واحدة اسمح لي وأيضا هو يسمعنا جيدا اليوم عندما يتحدث بأن هذه هي الحرب إذا اليوم في الحرب جميع الأهداف هي مشروعة إذا اليوم لا عندما تقوم أوكرانيا بقصف أهداف داخل الأراضي الروسية إذا هي الحرب عندما تقوم أوكرانيا بتهجير المواطنين الروس من داخل الأراضي الأوكرانية هي الحرب إذا هذا الكلام غير صحيح يا أستاذ يتحدث عن كتيبة أوزوف هي كتيبة نظامية خليك دكتور غيث تمام وصلت الفكرة